كان زمان تلاقي المخيم مليان ناس، وين ما تبرم تلاقي ناس، اليوم ما في الا الناس الكبار والصغار بس، الوسط كله برا. عدد الشباب الموجودين يعني قليل جدا، اليوم بنعدوا على الأصابع بصراحة. ما في كتير، شي 15 شاب بس. ما في شباب هنا، كله داير بالمالي، لولا داير بالمالي فيت العالم للجوع. أنا في عندي 2 أو 3 أسد خريجين الجامعة اللبنانية، منهم أدب عربي منهم علوم، فتجد الآن أحيانا بيشتغل يمكن ب 12,000. عندي أولادي مسافرين، أولادي ما لهم مجال هون. ابني الكبير الدكتور مع انه بحاجه ماسه المنطقه طبيب قلب، بس ممنوع يفتح عيال. شو بيعمل؟ ان واحد يتجوز ما يقدر، واحد يتعلم ما يقدر، واحد يتوظف ما يقدر، في 100 شغله تخليني فيلم. يعني ما فلم لحال هن. اذا ابني انا ودي يتجوز ها، ودي احطه حدي، وين بدي احطه؟ ها انا هسه اجيب حجر يجي ينهد على راسي. ها هاي اللي خلى اولادنا، والله يا خالتي اولادي كلها متعلمه وسافرت. أنا طالب جامعة إن شاء الله آخر فصل. أنا صراحة وين ما بيجي على أي منطقة سفر حسافر إن شاء الله. في خلل سكاني ما بين الذكور والإناث، يعني الشباب هناك لكن البنات هن في هذا المكان. وين في شباب؟ ما في، كله عم بيغادر. هلأ إذا ولد عمره 12 سنة عم بيفكر إنه بيهاجر. حلمي اني اسافر احاول، لانه هون معيشي صعبه، لو درست فشطه ونتوظف. بحكي كل يوم كنا نلعب فوتبول مثلا، اليوم صرنا نجمع بعض وما بنلاقي كمان. خاصه الناس العجزة ما في حدا يساعدها، اذا واحد مريض ما في حدا ياخده، ما في حدا بيجيبه. عندي واحد يمكن قدك صار لي 7 سنين ما شفته، يعني يمكن هسه عموت وما اشوفه. الحمد لله خالد. الحمد لله.